حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 3 جوائز من مؤسسي جلوبي للأعمال بالولايات المتحدة، والتي تمنح لأفضل المنظمات على مستوى العالم، ذلك تقديراً إنجازاتها في مختلف الأعمال والتكنولوجيا. وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري إن تلك الخطوة تأتي تتويجاً لأفكار ومبادرات كلف بها رئيس مجلس الوزراء لترسيخ دور المركز الفكري والبحثي ومد جسور التواصل مع المجتمع البحثي والأكاديمي، فضلا عن التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التحول الرقمي والابتكار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن إصدار عملة بلاستيكية جديدة من فئة 50 جنيها، وأكد المركز الإعلامي أن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي، موضحا أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة 10 جنيهات و20 جنيها فقط. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وتتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 3% بفضل شح الإمدادات الأمريكية والتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبية. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 0.5% لتصل إلى 95.86 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 85% مسجلا 92.49 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 2.39% لتصل إلى 3.34 دولار للتر. هذا انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.95% لتسجل 2.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات أولية انتعاش واردات الهند النفطية من روسيا في شهر سبتمبر بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر في شهر أغسطس. وأوضحت البيانات أن الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت وارداتها من النفط الروسية لتبلغ نحو 1.55 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وذلك بارتفاع يقدر بنسبة 16% عن شهر أغسطس، بينما زادت الواردات من العراق بنسبة 17% لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً. حذر البيت الأبيض من خسارة الشركات الصغيرة لقروض بقيمة 100 مليون دولار يوميا إذ حدث إغلاق حكومي، حيث سيكون الكونغرس غير قادر على تمويل الحكومة. ويواجه الكونغرس موعدا نهائيا في وقت متأخر غدا السبت لتمرير تشريع لتمويل الحكومة ومنع الإغلاق، لكن الجمهوريين في مجلس النواب لم يتمكنوا من الاتفاق على خطط لتمويل الحكومة على الرغم من الاتفاق الذي يحدد سقف الإنفاق للسنة المالية المقبلة. أعلن المغرب أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أجاز قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار كتسهيل لتعزيز قدرة المغرب على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. من جهته أكد الصندوق أن القرض سيساعد المغرب على مواجهة ما كان من الهشاشة المناخية وتعزيز مرونته وقدرته على مواجهة التغيرات المناخية والاستفادة من فرص إزالة الكربون. أظهرت بيانات حكومية أن معدل البطالة في اليابان استقر عند 2.7% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بالمقارنة مع متوسط توقعات اقتصاديين وصل إلى نسبة 2.6%.
دعت مجالس التجارة الدولية الصينية الولايات المتحدة إلى احترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة. وحذر المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية من أن حظر الاستثمار سيعرض التبادلات التجارية الطبيعية بين البلدين للخطر، مضيفا أن حظر الاستثمار أدى إلى تشويش المعاملات الخاصة بالاستثمار المقيد ونفذ رقابة عشوائية على الاستثمارات للأغراض المدنية والعسكرية.